في حياة المواطنين في المدينة هي الحفر اللي موجودة اللي هي تعد بالآلاف. هي المشكلة الحفرة دمار للاقتصاد الوطني. في من يجي يسألني يقول لي كيف دمار الاقتصاد الوطني؟ الحفرة تشرق الإطار، تفلق الإطار، تضرب كيشينيتي، تضرب براتشو، تضرب سمياس، تضرب صالة سيارة، تسبب في حوادث في دمار سيارات، بالإضافة إلى ذلك أنها تسبب في حوادث كوارثية، تسبب إلى يعني وفاة.